إذن قبل أن أدعوكم أيها الحضور الكرام إلى حفل شاي، خير ما نختتم به هذه الجلسة الثقافية هو قصائد شعرية تلقيها على مسامعكم الأستاذة ثريا بن الشيخ فلسفة الطلب. شكرا قليلا كثيرا أو كثيرا قليلا. لي البرق لزلاتي، لي البرق لزلاتي، وصدى وقع خطى النمل على هوامشي ورقاتي، ولي نصيب اللبؤة من الوهم، ولي صيد العصافير المحيطة بحلقاتي، فلا سلطة لأحد على وخز الظنون، نصوص تتدفق مفتوحة على كل احتمالاتي، فلا تنازعني غنوص الشكوك، ولا يغرنك ما يبدو على بطاقة البنكية من رماد سكوك بها أقدم من فلت زهوا من رقصات خفوتي. لك الوهم كله، وأنت هناك محاط بالخائنات من مجازاتي وصور المركبة على صفحاتي وصفاتي، أصبو إليهن ليل نهار واحدة تلو الأخرى، فطابورهن ينتظر مواعيد مؤجلة على شواطئ همزاتي. لم يعد في البركة غير قليل ماء به تترنح أجمل سمكاتي، فحين نزل القمر على كفي ليلة البدر سكب رغوة بيضاء وبريقا له تركع خشوعا أحلك عتماتي. أسحر هذا يوثر أم أنه بقايا طقوس هاروت وماروت، وما انتشر خلسة من رماد شمعاتي؟ لي البرق لي ويلاتي، ونصيبي من الحلم الذي به أحيي ما تكلس خفية من خجل دمعاتي. حيث ينسكب الماء ينبت الزرع عادة إلا على خدودي، فمنها تنشق جسور الصمت تبحث عن قافية بها تزدان عيون نكساتي. خذ القصيدة كاملة وزع نقرها على مزامير رمضان، توقظ بها ما فاتك من ليال قضيتها تستعير بسمات حور لهن تركع المجالس، وبهن تطفئ ما تبقى من حطب جمعته صيفا لتحترق به شتاء، وأنت تنتظر الهزيع الأخير من عثراتي. بينك وبين فينوس عقدة زنار، بينك وبين فينوس عقدة زنار، لو عثرت شعرك كاملا على سرتها راكعا ما بلغت من السماء غير ورق قديم وأقلام جافة بها تبني عشا تحت إبط غجرية تتقن الهجر ولا يملأ نهارها غير الصفير القبرات زمن النجعة نحو أرض تكون فيها فارسا يجتر الهزائم يزرعها على خصر
قصائد تبتلع معناها، قصائد تبتلع معناها، توهم السامعين أنها وحدها تسع جنون شطحاتي. شكرا.